تعالوا بقى نروح للموضوع اللي كنت بحكي لكم عليه في اول حلقه واللي عجبني خالص، التعاون ما بين وزاره الثقافه وما بين وزاره التربيه والتعليم، تنظيم 1040 نشاط لطلبه المدارس في حوالي طبعا ده مختلف المحافظات، في حوالي 890 مدرسه، الصوره اللي انا بحبها اهي، يستفيد منها 47,000 طالب. يوم الانشطه، فاكرين يوم الانشطه اللي اتكلم عليه وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي وقال ده لازم هيتعمل وهنبدا من العام الدراسي ده يا جماعه؟ ادي يوم الانشطه، شوفوا الصور حلوه، عارف انت كده الصور اللي تتكلم عن نفسها. بص مساله حلوه جدا. لا مش ده الحكم الذاتي بقى يا زيمه، زيمه بيفكرني زمان كان في حاجه اسمها الحكم الذاتي جوه المدارس، اللي هو يخلي انه المدرسه لمده يوم تحت اداره التلامذة والطلبة، تحديدا كانوا بيبقوا بتوع اتحاد الطلبة وبتوع الشرطة المدرسية، صح؟ أنا فاكر كويس، كنت أنا وقتها رئيس اتحاد الطلبة وأنا في المدرسة، فكان يبقى ساعتها إدارة المدرسة مش إدارة العملية التعليمية برضه، عشان لحسن بعدين دماغك تزقزق وتفتكر إن إحنا كنا على أيامنا بنخش إحنا الفصول وندرس، ده كده بقى يعني سعيد صالح في العيال كبرت، أنا دخلت لنفسي وشرحت وكتبت على السبورة وبعدين طردت نفسي وروحت. لا هي بتبقى إدارة المدرسة مش الإدارة بتاعت العملية التعليمية. طيب بص بقى هنا الصور دي عجباني جدا قوي خالص، التعاون اللي حصل ما بين الوزارتين ثقافة وتربية وتعليم تعاون رائع رائع ومبهج، وشايف بقى العروض الثقافية كل ده بقى من ناحية وزارة الثقافة مسؤول عنه مين بقى جوه؟ هيئة أصول الثقافة، الهيئة العامة لأصول الثقافة، يتولاها راجل لطيف جدا ومخرج رائع جدا دكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة. أهلا 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 اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازيك يا دكتور؟ واهلا اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، ويعني دايما كده حضرتك يعني انا ببقى مبسوط والله وانا بتابع والله وانا اكتر، انت عارف اصل انا احبك واحترمك واقدرك قد ايه، والحاجه الثانيه انا حقيقي مبسوط بالنشاط اللي بتعملوه في الهيئه بشكل عام وللتعاون اللي حصل ما بينكم وما بين وزاره التربيه والتعليم، حدثني واسهب القول احكي لي. هو هقول لحضرتك والحقيقه يعني من اول يوم تولد فيه الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه حقيبه وزاره الثقافه، يعني لما قعدت معانا اول حاجه اكدت عليها انه احنا مهم جدا وضروري جدا ان احنا نخرج بالثقافه للخارج، مش نستنى كمان الناس تدخل اصول الثقافه، يعني مهم جدا ان احنا نبتدي نتحرك، فنتحرك في المدارس ونتحرك في الجامعات ونبتدي نتحرك في مراكز الشباب، وكانت دائمه على التاكيد على ذلك. ومن بدايه الدراسه بالفعل تم تفعيل بروتوكولات التعاون ما بين وزاره الثقافه ووزاره التربيه والتعليم، وبدانا بالفعل نتحرك في كل المحافظات. انت عارف حضرتك ان احنا عندنا مديريات ثقافه في كل المحافظات طبعا، وايضا مديريات تربيه وتعليم. أيوه. فتم التنسيق ما بين الساده الزملاء في مديريات الثقافه في المحافظات والساده الزملاء في وزاره التربيه والتعليم، وبالفعل بدا الشغل في المدارس، ويمكن ده احصاء للشغل اللي خلال شهر اكتوبر ونوفمبر على فكره، يعني يمكن يعني لسه احنا في بدايه العام الدراسي، احنا بقى لنا شهرين بس في العام الدراسي، واكدت على فكره انه احنا دايما بنوليها احصائيا كل شهرين بما تم تنفيذه من فعاليات. فاحنا في كل المحافظات اشتغلنا في حوالي 890 مدرسه، وفعلا وصلت الانشطه لحوالي 1040 نشاط زي ما حضرتك نوهت يعني، وعدد المستفيدين يعني اكثر من يعني 47,000 طالب خلال الشهرين دول بقى، يعني كان في شغل بقى ورش وورش في المهارات والابداع واكتشاف مواهب طبعا في الادب والغنى والرسم، وفي مسابقات بتتعمل ومعلومات حول الرموز والمناسبات الوطنيه ولقاءات توعويه. الحقيقه يمكن رد الفعل رائع بيقوم بيه زمايلنا من وزاره الثقافه المتخصصين داخل الهيئه العامه لاصول الثقافه، اشتغلنا في كل المحافظات تقريبا يعني في اقليم القاهره الكبرى وشمال الصعيد، في خمس المحافظات بتوع الاقليم، وايضا اقليم القناه وسيناء، واقليم جنوب الصعيد، واقليم شرق الدلتا الثقافي، واقليم غرب وسط الدلتا، واقليم وسط الصعيد الثقافي. بهذا الاجمالي ورد الفعل يمكن حضرتك شايفه، واحنا مستمرين في ده لانه في الحقيقه تعاون كبير ما بين وزاره الثقافه ووزاره التربيه والتعليم في ذلك، وهذا ما تؤكد عليه الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه، وايضا الدكتور رضا حجازي الحقيقه يعني طول الوقت في متابعه حقيقيه، الزملاء في وزاره التربيه والتعليم بيقوموا بدورهم، والزملاء في وزاره الثقافه شغالين على هذا النسق،
وايضا كمان هيبقى في الفتره القادمه زي ما حضرتك قلت كده احنا هنزود هذه الاعداد كمان بالنزول لمراكز الشباب والتعاون مع مراكز الشباب طبعا. حلو قوي. طيب ده معناه ان في خطه في جدول الى اخره يخلينا ان احنا نقدر نوصل لتقريبا 21 مليون طالب في المدارس ولا ايه؟ باذن الله يعني احنا على نهايه السنه فعلا هنكون تجاوزنا عدد كبير عدد ملايين يعني لان انا بقول لحضرتك احنا ده الشغل ده خلال شهر اكتوبر ونوفمبر فقط يعني. طب ده كويس جدا. طب انواع الانشطه اللي كانت بتمارس في هذا اليوم الرائع يعني احنا 47 الف طالب شافوا ايه يا دكتور هشام؟ بص يا فندم احنا بيبقى عندنا عروض فنيه وعندنا مسرح للعرايس وعندنا بنكتشف مواهب في الرسم وفي الغناء واللي عنده ابتكارات علميه بيبقى تعمل لهم ورش وحكايات مفتوحه لقاءات ممكن يبقى في كتاب يتحكي لهم. حلو. بيتعمل لهم رسم يعني بيتعلموا الرسم والتلوين وفي الاخر احنا كمان يعني احنا بصدد معالي الوزيره موجهه ان احنا نعمل يمكن في نهايه العام الدراسي كده في كل مدرسه نزلناها معرض بالاعمال الفنيه المتميزه للطلبه خلال العام يبقى الطالب حاسس ان هو لما قدم حاجه كمان اسرته هتيجي تشارك معاه وهتيجي تشوف نهايه السنه زي ما هو اشتغل على فكره ان هو ذاكر ونجح كمان لا ده كمان في موهبته احنا راينا الموهبه ومش بس سيبناه ان هو موهوب او دربناه وبس لا ده كمان اهله يجوا يفرحوا بيه عشان تبقى المدرسه مع وزاره الثقافه مع الاسره يقدروا يطلعوا طالب احنا نفخر بيه بالنسبه لوطننا العزيز. ولقيتوا اقبال من التلامذه على كده؟ انت ممكن حضرتك شوف الصور بقى وشوف انا شفت الصور فرحان داخل الفصول اللي عاملين ازاي وفرحانين طبعا. انا شفت الصور وقلت كده بالظبط واضح انه الولاد مبسوطين فرحانين يعني كانهم كانوا مستنيين اللي هو احمدك يا رب. لا واحنا أنا يعني احنا بنوعد حضرتك وبنوعد الساده المشاهدين ان احنا مستمرين في هذا التعاون خلال العام وكمان عندنا تصور كمان في اجازه نص السنه او في اجازه السنه الدراسيه ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم وجهد الحقيقه بجد من قلبي تشكروا عليه وشدوا حيلكم كمان وكمان كل الشكر لمحدثنا الرائع الدكتور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه. طبعا الولدين بتوع الصوره اياها دي كده اصبحوا اشهر اتنين تلامذه في مصر خلاص هتلاقي اكيد كل البرامج كل المواقع نشره صوره.